جدا ماتش امبارح. هذا الفريق المنتخب المصري الأولمبي ظاهرة، يعني حاجة تشرح القلب كده. الولاد الأمامير يعني الشخصيات كده، تحس ان هم الشباب ده مش شباب كده، لا شباب متعلم حلو، عنده خلفية ثقافية كويسة، المدرب بتاعهم قوي، مدرب الأولمبي، مدرب المنتخب الأولمبي شخص محترم ملتزم، عارف يطلع المواهب ومن كل واحد بيلعب في هذا الفريق. المنتخب الأولمبي امبارح خسر قدام فرنسا 3-1، ولكن كل المصريين وكلنا اللي اتفرج على الماتش قال برافو شرفتونا يا ولاد. ليه؟ حتى مدرب الفرنسي لما عمل المؤتمر الصحفي قال أنا بأحيي المنتخب الأولمبي المصري لأن الماتش ما كانش سهل، وكلنا كنا عارفين إن الماتش ما كانش سهل. اللعيبة دول اللي قدامنا دول نصيحة لوجه الله، لحد أنا مش مدرب كرة قدم ومش معلق ومش ناقد رياضي، أنا ست بتفرج على ماتش كورة وبحب بلدي جدا. المنتخب اللي عندنا دول فيه جواهر وألماظات جوه المنتخب الأولمبي المصري. الشباب دول لازم يتم الاعتناء بيهم جدا جدا جدا. الباور وقوة الإرادة والعزيمة اللي عندهم احنا ما شفناهاش بقالنا فترة طويلة. الولاد دول عندهم إمكانيات، مهارة رائعة، بدنية ساعة ونص تقريبا بيلعبوا لحد 120 دقيقة بالظبط، 120 دقيقة لحد نهج ولا حد جاله شد عضلي ولا حد اترمى على الأرض. ليه؟ سنا طبعا ربنا يديهم الصحة، مهارة ولياقة هم جاهزين. فاللي أنا بطلبه من اتحاد الكورة المصري، احنا عندنا هؤلاء اللعيبة أمانة في رقبتكم، يعني لازم يتعاملوا معاملة مختلفة، تبطلوا فكرة انهم سلعة. انا مش عايزة اتعامل مع اللعيبة دول على انهم سلعة او ان انا ابيع ده واروح ده، انا ما بلعبش دومينو. انا عندي مجموعه من اللاعبين المميزين اللي يمكن ربنا بيجبر خاطر المصريين بيهم، يمكن ربنا امبارح وهو بيفرج المصريين على الماتش ده ربنا بكرمهم وجبر بخاطرهم ان هم حسوا ان في مستقبل مختلف للعيبه مختلفه بشكل مختلف، بمدرب فاهم، بمدرب مش عايز البروباجندا بقدر ما هو ركز. هذا المدرب لازم نديله تحيه انه عمل من اللعيبه دول فراوده، كل واحد شاطر في حتته، في البديل يا راجل، البديل بتاع اللاعب متميز. يعني احنا اخيرا وصلنا لصوره مقربه من الشكل بتاع الفرق العالميه اللي بنقابلها، ان في فرقه والبديل قوي ومتمرن وجاهز وده جاهز وكلهم كلهم كوميونتي واحده، كلهم فاهمين بعض، كلهم مستوى تعليمي مختلف وقريب من بعض، كلهم فاهمين وهم بيلعبوا. انا دايما كان يتقال لي اللاعب الشاطر هو اللاعب اللي بيقرا الملعب، انا عندي اللعيبه دول كلهم بيعرفوا يقروا الملعب، كلهم بيبقوا عارفين وشايفين زمايلهم فين في مختلف انحاء الملعب. فمش عايزين نبهدلهم. احنا عندنا طبعا في كوكا وفي زيزو ارم ومحمود صابر واللي جاب الجون محمود صابر اللي جاب الجون، واللي طلع برضو عمرو فايد. كل دول لعيبة محترمة شاطرة، اصل في فرق بين
لعيبة فايترز وفي لعيبة فايترز وشاطر وعندهم موهبة وربنا مديله القوة الجسدية واللياقة البدنية لإتمام وتنفيذ المهام. الفريق ده أنا أعتقد إن الفريق الأولمبي المصري لكرة القدم هيرجع لنا ببرونزية، والبرونزية دي هتبقى غالية جدا. هو فاضل له ماتش واحد يوم الخميس الساعة 6 قدام المغرب هيلعبه. برضو أنا مش قصدي إن أنا أأكد عليكم إنكم لازم تجيبوا برونزية، أنا عايزة أقول إن هما عندهم الإمكانيات إنهم كانوا يجيبوا الذهبية، بس لنفترض إن هما ربنا وجدهم في الوقت ده علشان نلتفت ليهم، علشان نبتدي نعلي منهم، نبتدي نشجعهم. البرونزية إن شاء الله أنا حاسة إن إحنا هناخد البرونزية، فريق متميز جدا، فريق قوي جدا. مفيش حد من النقاد او الناس اللي بيفهموا كوره او من الناس المحترمه الرزينه كده اللي على الفيسبوك، انا متابعه كام واحد، الا وقال شكر واحترام للفريق المصري الاولمبي. رجاله يا ولاد، انا ما شفتش غير الكومنت ده، رجاله يا ولاد، فريق رائع، فريق مشرف. يا انا بقالي كتير جدا ما سمعتش الجمل الحلوه دي، ما سمعتش ولكن، يعني الماتش اتلعب بس ما سمعتش هما بيتدلعوا، ولكن لو كان المدرب شال فلان وحط علان كان، لا ما سمعتش الكلام ده. حسيت ان في فريق نازل ركز، ف هارد لك، انتوا عملتوا مجهود رائع، اديتوا ماتش رائع، ان شاء الله نهتم بالنتيجه والماتش بتاع يوم الخميس وترجعوا مصر بالسلامه، ويتم الاعتناء مرة تانية بيكم بطريقة مختلفة من اتحاد كرة القدم. أبوس إيديكم.